السلام عليكم متابعينا الكرام، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية. وصفتنا لليوم هي وصفة رائعة جدا للتخلص من الناموس ومن البعوض، وصفة سهلة جدا بمكون واحد سنتخلص من كل الناموس المتجمع في البيت. سنحتاج أولا للفحم، فحم الشواء، والمكون السحري سيكون هو القرفة، رائعة جدا لتخليصنا من الناموس ولإبعاده تماما عن المنزل. إذن سنحتاج للقرفة أعواد، سواء كانت هذه القرفة أو يمكنكم استعمال القرفة بهذا الشكل، لكم الاختيار. سنقوم بوضعها بهذا الشكل حتى تحترق، وطبعا الدخان المنبعث من القرفة سيطرد كل الناموس والبعوض، لكم الاختيار كما ذكرت، سواء كانت هذه القرفة أو القرفة بهذا الشكل. من لا يتوفر على القرفة يمكنكم استعمال مسحوق القرفة، هو الآخر رائع جدا لتخليصنا من البعوض والناموس. سنأخذ مقدار ونقوم برشه بهذا الشكل بهذه الطريقة لإبعاد كل الناموس المتجمع في البيت. يمكنكم تبخير المنزل بهذه الطريقة، يعني في جميع الغرف، حتى نتخلص من الناموس. القرفة تحتوي على زيوت طيارة قوية جدا، احتراقها سيسبب اختناق البعوض والناموس وبالتالي ستفر من المنزل. من لا يتوفر على الفحم يمكنه أيضا عمل هذه الحيلة للتخلص من الناموس، وذلك بوضع القرفة على الموقد مباشرة. إذن كانت هذه هي طريقة اليوم للتخلص من البعوض والناموس. شكرا على المشاهدة وعلى انضمامكم لقناة مفتاح الحياة، وأضرب لكم موعد في وصفة قادمة ومجربة.